رجعنا لكم في الجزء الثاني. ضيفتنا إيمان شريف. إيمان اللي تحضر في عرض في فمك تقول لها ديفا إيمان شريف، عندك الجرأة ولا حاجة تغيظك توجع لك قلبك؟ توجع لي قلبك علاش؟ من الغيرة والغزولة خاطرنا دخلك تغني انت ديفو. ديفو. ويلكم ويلكم. قولها ترى. تعرف نقول لك وقتاش؟ قولها ترى. تعرف وقتاش نقولها لك؟ اي نعملوا نجاح كبير في كارتاج. انا قلت نعملوا نجاح كبير. نعملوا. وقتها نطلع نقول الديفا. اوكي. انت تقدمني مال. نشرت. اوكي. ولا نشرت. في الكونترات. اوكي. مؤخرا جاتك هدية مزيانة برشا، وجات الناسيغ هدية مزيانة برشا. هي غنيت لعيد ميلاد هداها له. أنا نقول خالو خاطر هو خويا وعزيز عليا ياسر، حاتم جيزاني هدالو غنية وقال لي غنيها بالكدية ذيك كادو متاع ولدي وخويا، غنية مابا. خلنا نسمعوها إن شاء الله ما نبكيوش وكها. يلا شوية المكياج. ستيفي ستيفي باش تعمل فيا. تحية لستيفي. تحية كبيرة. مابا مابا. ليلى 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 ليلى. عندي ولد الله وحد رزقني بيه، نورت قلبي ما نشوف الدنيا إلا بيه. عندي ولد الله وحد رزقني بيه، نورت قلبي ما نشوف الدنيا إلا بيه. قد ما نعطي من عمري وباقي شوي علي، أنا مامتو باباتو كل دي. باش نعيش ولدي في جنة الأحلام، وأنا لمي ملي تحت جناحي نخبي، وأنا اللي نخرف لك حتى النوم يجي. أنا ماما وأنا بابا تي أنا بابا. نحبك تكبر يا ولدي مرفوع الراس، نحبك وردة مزروعة في قلوب الناس. شنية الدنيا وشنية حياتي بلا بيك، واليوم اللي عشت راني عشت ليك. أنا ماما وأنا بابا، أنا بابا تي أنا بابا تي أنت بابا. ماما بابا تي أنا ماما وأنا بابا، أنا بابا ماما هي أنا بابا بابا هي أنا بابا ماما هي أنا بابا. أنا بابا 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 بابا. من ميرسي. دورو نرجع لكلمة الديفا باش تقعد تدور في الحوار هذا الكل. من الحاجات اللي تميز الديفاوات في العالم الاستقلالية، اندبندنت وومن. يس. والغنية هذه يمكن فيها بمنطق الراب ايجو تريب اللي كنتي فخورة، نجم تقراها كلاش لغياب الأب، لأنه نعرف برشا مطلقين ماهيش مربوطة بالمطلقين. هاني نقول لك نعرف برشا مطلقين
الأم أم والبو بو والزوز رغم البعد الأم موجودة والبو موجود لأنه تلاق مش بالضرورة أنه اللي في الوسط هو صحيح. اللي هنا المعبة معناتها الأم ولت عندها زوز وظائف سيلوكا وفم الكلاش للطرف المقابل جامي بالعكس هي قوة إيمان مني أنه أنا ربي أعطاني نعمة وعارفة قيمتها ونعمل في المجهودات الكل مش مجهود المجهودات الكل باش نكون قدامه ربي سبحانه أنه أنا على قد المسؤولية إيمان تعبي نعم. في فراغ ولا ليه؟ ما عندي حتى فراغ قاعد نقوم بمسؤوليتي على خاطر وظيفتي أنا توا دونك ماما لازمني... أنت ماما مابا ماما مابا مادام بدلتها تعبي في فراغ ما نعبيش حتى فراغ أنا مثلا أمي ولا الأمهات التوانسة جينيرالمون هما اللي يعرفوا تفاصيل ولادهم تنجم عيط عيط البوت تقول ولدك بعد ساعات تقولوا فانا قسم يقرأ يقول لك ما نعرفش أما يصرف عليك مش مربوطة بالفلوس معك معك فما ناس تصرف على أولادها أما ما تعرف ما فماش حنية بينهم فماش كونكشن يعني يا هادي عالم الـ الأطفال وشنو يحسوا تفاصيلهم معقد راهو مش معقد لا لا في تلمو دو ديتاي راك دوخ راك تولي تبدا كاينك عندك حاجه بريسيوز كاينك ريتك البلار هذيك اللي تخاف عليه لا يتكسر لا بالهوايه تشقش هكا تبدا تحاذي بالظروف اللي انت فيها باش نعمل معك انترفيو اسمه كلمه رجال وانت جيتني اليوم راجل وسيدي رجال هل عندك حقد دفين مش حابب يتنحى على صابر الرباعي حقد لطف عليا متى تشفى ايمان الشريف من مرض الحقد اللي عندها على صابر الرباعي جامي دو لافي هيدي جامي انا حسيت حقد كونتر شخص لما تطلع ايمان وعمري ما قلت كلمه عيب او اكبر عيب قلته عملت لك النقابه نقطه نظام ولا لا انا نقابه عملي نقطه نظام نقطه نظام تاع شنو ريد تي انا النقابه طلبوني وحبوا يعملوا لي نعملوا فطور ونشربوا قهوه مع صابر الرباعي معناتها ما فهمش منو تحكي في ريد نتاع شنو ونقابه بابا هي ولا امي باش تقول لي ريد تدعوك للانضباط انا انضباط وانا واحد تاعك حتى تنضبط هي باش تنضبط العبيد لما تقول علاش انت تعرف انه النقابه عندها فيديوهات تسربت وهي تحكي على زوز كبار الفنانين من تونس اللي هو صابر الرباعي ولد في بوشنيق ما قلت لي برجوليه احكي انت تحكي علي انا اش قلت انا قلت ما كاروش مشى غنى واللي حتى اللي جبتهم هنا زعما عاملين روحهم كلاشيو فيا اش قالوا ليه احنا ضد اللي قالته وما احنا زيد كان نمشيو باش نمشيو ليه ما نمشيوش احنا نبدلوا البروغرام كان باش نمشيو معناها موسى الحاج موسى الحاج تضحك انت تعرف انه انا شفت زوز فيديوهات بكاوني من كبر مش حقد الجهد يو نو جهد ايش معناتها جهد اللي هو bro. اكبر من البغض والحقد والغيره انه الشر نيران الشر اللي خارجه من البشر باش تضر الناس تعرف انه زوز فيديوهات وصلوني لان انا بعثتهم لعلي المولى تلموندخت تلنا بعثهم لك زوز فيديوهات حاجه عجيبه عظيمه نتاع زوز فنانين نتاع النقابه واحد من النقابه يحكي على صابر الرباعي في كلام حاجه ما تتقالش جاي انت اليوم على ايمان شريف تقدر شو اما انا انسانه ما دخلنيش معناها بين عربي نترك ماهوش مشكلتي معناها لما انا اعطيني ايش قلت لما قلت انه صابر الرباعي قابض مليار ما قلتش قابض ما قلتش قابض مليار نو لا قلت هو قتلي بايزاردي تحيه ليها وتحيه لصابر والناس الكل قتلي هو قال تبرعت ب 50 مليون قلت هو علاش يقول 50 مثلا علاش ما قالش تبرعت يعطي الصحه وكل هو عطى الشيفر فهمت مش انا عطيته الشيفر سمح هو معاك ما هي سالتني قالت لي انت تمشي قلت لها مشيش قلت لها ما غادي يخلصوا برشا بكش يطلع قابض مليار نفدلك ما انا يعرفوني طبيعتي كيفاش نفدلك ايمان فما مواضيع بالحساسيه الشديده اما حساسيتي الراجل هو اللي قال مش انا قلت ما الناس يركزوا بتيتخ على اربع كلمات هذوك مش دوروا بيهم انت ذكيه في الاتصال والتواصل وتعرف مليح رميت سهم وأصبت السهم رميت السهم سهم بتاع المليار هو قابض مليار تفهت الخمسين مليون وقت اللي انت تنجم تكون مكش متبرع بحتى مليم معناتها لل انا كاني تبرعت ربي يعلم وكاني ما تبرعتش ربي يعلم هذه حاجة شخصية تفهت هو الإنسان كي يعطي لازم اليد هذه ما ترى من هذه تفهت الخمسين مليون متاعه تفهت علاش تفهت العمل الخيري لصابر
انت تحب تقولك كيكه وفما وجيعه كبيره وفما وجيعه كبيره من وانا سمعت من تصريحك ومن لشكون الوجيعه لصابر الرباعي وهو شبيه ما توجعش وقت اللي هو طلع في الراديو وجبدوا له اسمي وجا ديريكتومون ليا انا مش قلت انت برجوليه جا ديريكتومون لاسمي قالوا له كيف تجي ايمان الشريف ذا فويس يظهر لي معاك تدور لها ولا ما تدورهاش قال ما ندورلهاش مش هكاك تيزي هيك تجي نهار ويبدا هو راجل كبير وربي يطول في عمره يبدا قاعد في داره بحذا وليداته ويبدا قاعد ويتفرج في الديفا العظيمه الانترناسيونال ايمان الشريف ويحيينا الحي ان شاء الله ربي يطول في عمرنا الكل اي نعم اي نعم il faut jamais sous-estimer الناس معك voilà. هو صابر بيعي ماهوش آلهة انا لا أؤله الفن والفنانين واللي قالت جات هوني في بلاصتك قالت انتو شعب للفنان انا جتوش اي فنان في فن نجم نعطي رايي في فنه مش في الشخص صابر قال توضيحا معناتها احقاقا للحق ما يدور ليش جي با بزوان باش يدور لي انا عمري ما مشيت The Voice قلت له انا باش نسمعك حاجه سمعته أنت تغني في الأماكن بالفرنسية هو كان جاي قال ما جبت حتى شيء قال أنا ممثلة يا أخي قال اللحن والموسيقى لست مطالبة أنه يكون عنده صوت رائع قال اللحن والموسيقى ما همش راكبين شوية على بعضهم هذاك كي غناها هو ما نجمش يغنيها وما يركبوش خاطر أنا ممثلة ونجم نعمل باغودي ونركب ونعمل ركب عمال أتحدى العالم بالفرنسية ما يقلقنيش وغنيتها له كان تحب نغنيها لك توا جي با دو كومبلكس هاي فكروني في الكلمات ولا فما حد ما يعرفش اتحدى العالم لا لا اجمد الكلام اون فرونسي بالفرنسي ايوه ويظهر لي باش نغني خير منه خاطر نتقن الغناء بالغربي اكثر من صابر لا لا تشوف هاتو ترى لكنه وكل خاطر انا مستانسه نغني غربي هو صابر شرقي يعني صوته اجمل صابر راهو ما صارش شرقي بوتيتر تحيه للفنان الاسعد تحيه كبيره لي هذا العازف الرائع Mes yeux vidés de trop pleurer n'ont plus de larmes pour supplier mes lèvres amies telles elles étaient son mot magique pour te prier pour t'oublier Sans toi, mes nuits sont tristes. Je rêve de toutes mes peurs. Les champs, les roses, les roses, leurs folles senteurs. Le ciel, la brise, les fleurs et leurs mille couleurs. Pleure ton départ sans un espoir, une lueur. أجمل علمي عشان أقول لك مش تقول أما أجمل أما شو أقول صابر يعرف اللي أنا نحبه راه أنت أجرأ لأنه جبت لك الكلمات والغناء ما سمعتهاش منه وجرأت وغنيتها معناتها أما ديفا مستر شبيك يا أخي تو مو سوزيستيم حتى هكا فيس تو فيس شنو هذا هادي تو فو با أدميتر تواضعي متواضعة ولكن هذه حقيقة أنا صوتي عظيم خلقه ربي علاش الناس تحب ما تستعرفش علاش بعد ساعات عازف يقول لي ما نحبش نعزف لك علاش بعد ساعات فنان صوتك اقوى من الاله مش اقوى من الاله انا صوتي اله يا حبيبي انا نخاوي الالات انا لو نغني لك مغربي نهب لك ندوخك تزيري موريتاني الباني تركي تراهيت موريتاني هيت بجد من نفحه تو موريتانيا اي به واكلين من حوتهم تحب موريتانيا بعد قوموا يا الفنانة يا صوات الجمال في ايديكم لمانة ولمانة حمل كبير في ايديكم لمانة ولمانة حمل كبير قوموا يا الفنانة يا صوات الجمال في ايديكم لمانة فايديكم لمانة واللمانة حملة فايديكم لمانة واللمانة حملة كبير
إيمان الشريف إسبانيول. أنا راجل أنا جاي. ليه كنت تحب ما أنت مش تأكد فمشي ما تنطق حتى حرف الدي. دي ماجيسكول. أبيك هكا دي هكا كبروا. به نتذكر أول مرة قلت التصريح العجيب كان. أنه منهم. زوز مليون أورو. ما صدقوا حد. ومش باش يصدقوا حتى حد. نتذكر وقتها. هم عباد يعرفوا. كنت في برنامج أضحك معنا مع نوف الورتاني. وما أثارت ضجة كبيرة وقتها عاود رجع من بعد. وقتها كان اللورو ما كانش طالع. كان 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 معاك وقتها الموزع نعمان الشعري وكنتوا موجودين في نفس الموضوع. سي فغي. وقتها انت قلت له انا ما نتعاملش معاك هاو انا شنو اللي صار. ما عاودتش تعاملت معاه. وفما برشا غنيات حتى اللابيل نتاعي يقولوا لي هاو الخدمه خدمها فلان نقول لهم لا. خاطر نجم مثلا انت تغلط هما طلبوا منه باش يعتذر. قالوا ما نعتذرش. هذا غادي انا وقتها قلت له ما انت ما تعتذرش انا ما عادش نتعامل معاك. الكلام اللي قلته فهم حتى عند اهل الميدان انه ايمان الشريف تصنع الروحه في بطولات زائفه واختلقت كذبه باش تعطي الروحه نوع من النضال المصطنع. ايمان بوتيت خاطر فما طريقه تجاوب بها وفما ما اجرأ من ايمان اللي هي يعني ما كنتش متخايبه ليها في بالها بالموضوع واللي هي صارت عليها زيد نرمين صفر هاك شبيكي نرمين صفر هبطت ستاتيو وقالت صار عليا كما صار على ايمان وراو الشخص بالحق توفى وانا صارت لي نفس الحكايه وتقدم لي نفس الكونترا. حتى الشاهد الوحيد قتلته. انا قتلت ربي اللي هاز توفى الله يرحمه فمي انا قتلت. معناتها اخفيت الدليل. انا خفيته خي ربي الراجل توفى. اي ما اي معناتها لانه ما عادش فما حجه. سامحني سامحني. ما هو الانسان اللي ليه شاهد ليه شاهده على ثقه معناتها الحكايه وفات فما اقوى شاهد في العالم هو ربي كان انتم ما تصدقوش معناتها ما تتخيلوش انه سا بو اكزيستي حاجات كيما هكا انا نرى فيها حاجه عاديه انا برشا حاجات جاتني مغريات كيما برشا كيما اي فنان فما فنانه جهه طياره خاصه فما فنانه جهه عقد فيها مليارات الدولارات فما فنانه جهه مونجيلا بن درشو تاريخ الفنانين كله هدايا في نجوميتهم عليه مش نجوم انت ديما تحب تقزم نجومتي في قله وضعك انت وقتها لا مش وقتها لا هو انت وقتها في بداياتك يا ولدي انا جا جا جي لا فوا كي غوسومبل ا اون اسرائيليان وهي نفس والسيناريو نتاع الفيلم انه انا وياه باش نكونوا مع بعضنا في الفيلم اخوات مش نعنى جتو ديفوال حتى لو سيناريو يهبل فهمت فيها لهنا قال لأنه شفت في برنامج كلام الليل مع مع الشابي لما استضاف سلاح مصباح اي سلاح مصباح قال يقترحوا فيها يقترحوا في زوز ملايين أورو علاش لهالدرجة احنا أغبياء انت تستغبى في الشعب والإسرائيليات يفوقوك جمال لو حتى على الجمال وحتى على الشكل. والله شنو تحبني نقول لك هيك انا برشا مرات الفنان الكبير سلاح مصباح يقول حاجات اما انا ما نجاوبوش بور لا سامبل ريزون انك تخاف منه. لا لا نخاف من اللي خلقه اللي هو وصى انه كي تاكل ماء وملح مع شخص وفي دار شخص مهما يعمل سورتو اكبر منك ما تنجمش تجاوبه. انا نتحمل كلامه ونحط ونصنفه في بلاصة انه عبد اكبر مني وكليت ماء وملح في داره وعمري ما نهار نجي نواجهه بحتى كلام ولا نوجهه بحتى كلام. خلي يقول شنو يحب. اكبر مني وكليت ماء وملح في داره واول سنة طلعتها في حياتي قالها طلعني هو معاه كي انا صوتي خايب ولا مع شنو هكا عطيتني فرصة وريتني للناس. لا لا ما قال صوتك خايب مثلا يعني ما قال صوتك خايب. أنا كيف عيطوني ما عيطونيش باش نغني يا أستاذ. كفا أنا كنت ممثلة كفا بوزن والتمثيل ما هوش جمال. كان جاي هو يفهم بالحق تمثيل ما هوش جمال. تمثيل أنك أنت بيرسوناج فما عباد كي تراهم في الدنيا يفجعوك مي هما شخصية يستحقوها في فيلم رعب مثلا كفا ولا فنان مثلا يغني او ميم طون يمثل يعني التمثيل ما عنده حتى علاقة بالغناء. شوف حاجة أخرى عملها والجمال ريفيرونس تاع الجمال عندك وعنده هو وعند غيرك وغير غيرك ماهوش هو بيده. شوف حاجة أخرى أعمل بها البوز ما نلعبوش بأمهات القضايا. نو كومنت. ما قلت لك ما نجمش نجاوب ما نجمش نجرح. اليوم شنو تقول 99% من التوانسه اللي مش مصدقين روايه الزوز ما عندي ما نقول الزوز ملايين اورو اللي رفضتهم من اجل فيلم اسرائيلي؟ جو نو ريبون با جي ريبوندو. اللي يحب يصدق يصدق اللي ما يحبش يصدق ربي ما
هذه حاجة من الكاركتيرات متاع الديفا يعني. أنا نملك الحقيقة واللي خلقني كيف كيف. ما عندك حتى وثيقة؟ ما عندك حتى دليل؟ حتى كان عندي وثيقة من وريها لحتى حد. ما قلتلكش وريني أنا. ليه ليه ما أنت ما نعرفش. قالت الأخرى is closed. تسكر الموضوع. دونك ما حققش قلتوا من الموضوع من أساسه. ليه لازم يتقال الموضوع على خاطر تقال في ظروف تري سبونتاني. خاطر أنا وقتها حسيت أني لازم نقول. هي حكاية من 2001 2002 قبل ما نعرف أنا سلاح مصباح راه. شفت كيفاه. بعدك ما زلت تغني في الغريبة؟ الغريبة نغني. نعم أم لا؟ بيان سور. فوالا كان معايا هذا برميلي قال اللي يغنيه من الغريبة نعاود لك الموقف. وقف هكا قال طاحوا مني طاحوا في القاعة تكسروا نحب نسمع أصواتهم. رأيه رأيه. أنا غنيت غنيت حلوة يا بلدي، غنيت كافي دي ديليس، غنيت رياحي، غني. أنا نمشي غزرت بالثقافة لأنه جربة جزيرة جربة، غزرت التوانسة هذوك اللي عايشين معانا اللي هما اليهود التوانسة اللي هما عايشين معانا. سمية حضربي تقول نفس المنظمين. شو معناتها نفس المنظمين؟ نفس المنظمين اللي نظموا. هي عرفتهم؟ أي نفس المنظمين. أنا ما نعرفهمش. اللي يحضروا للغريبة هما كذلك وسطاء في حفلات اللي تصير في إسرائيل. حفلات هي مشات لهم؟ لا لا قالت نعرف اقترحوا عليها. انت تعرف انا ما نعرفش. وشافت القائمة. انا ما نعرفش الحقيقة. جوني اوكيني دي. انا نعرف انه هو وزير سابق وهو صديقنا روني ترابيسي. لا 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 ما تقصدش روني. لا لا انا نحكي لي فن. انا ما هي ما تقصدش. انا نوريك هي ايش تقصد. هاو انا باش نوريك هي ايش تقصد. انا كي مشيت للغريبة كنت مدعوة لاخذت حتى فرانك راه. شفت هادي هاو ذي حاجة لازم العباد يعرفوها. مجانا. انا ما مشيتش واخذت فلوس. انا كي استدعاني روني ترابلسي واستدعاني رامي واستدعاني موكا واستدعوني صحابي ما خديت حتى فرانك. ما خلصتش انا من الغريبه وعمري ما خديت حتى فرانك. فما اللي يمشيو ياخذوا كاشيت. انا نمشي ونقعد. مشيت مع دره بوشوشه وتلمينا معنا وزير السياحه ومع مع بلادي. انت فنانه تخلص زاد شو انت لا لا ما مشيتش ما خلصتش غيري. لا ما خلصتش غيري ما خلصت حتى حد. لا 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 انا استدعاوني يا اخي. انت استدعاني في عرسك قول لك تخلصني. بعلاقتي بك مش علاقه كيما علاقه معايا. لا روني ترابلسي صديقي ومرته صديقتي. ثم ثم لو نستدعاك انا في عرس مثلا وانت تغني لي بلاش والاخر يغني بالفلوس. اي اهنتك انت. لا اهنتك انت. لا خاطر كان النجم انا نخلص من عندك. راني نقول لك انا جيتك بكل حب. انا جو ماش با ميمو هادي. انا كان جيت معناها علاش بساعات جو ديرونج اون فيت مش جو ديرونج مي فما ناس يتقلقوا مني خاطرني جو سو اون بيرسون تري فرانش. باهي الركوب على الحدث محاوله انك ديما تاخذ الضوء اللي في الصوره. مريم بن ميمي على الشابي. اي هل نادمه على اللي عملته ولا لا؟ شنو هو اللي عملته؟ حبيت تقربهم لبعضهم؟ مش حبيت قربت. ما حبيتش انا نلقاهم قدامي زوز. قلت هما زوز قدامي على ما يسلموش على بعض. وجيت لهذيك وجيت لهذيك وسلمتهم على بعضهم وقعدنا نفكروا. وعملت تصويره وعملت تصويره وهبطها. بيان سور من الفرحه من قوه فرحتي كيفاش زوز متعاركين رجعوا اصحاب. وبعثت الاشتاج ميديا وقلت لهم شوفوا كيفاش الفنانين كيفاش رجعوا اصحابي باش تخمني انا تحت التركينه ولا. بعثت الاشتاج ميديا. مي بيان سور في الانستون مي. تعمل في العلاقات وفي بيان سور. بعثت الاشتاج ميديا وقلت لهم اغزروا كيفاش ومحلاهم مريم بن ميمي وعلي تلموا وانا نشربوا في جو دورانج بتاع البرج بتاع التفاح وانا قاعدين. شاورتهم باش تعمل البروباغندا الاعلاميه هذه. شاور شكون؟ شاور المعنيين بالامر. انا فرحانه كيما واحده متعديه بحدا عرس. افرح بروحك. نفرح باي حاجه باهيه انا. ليه؟ شكون قال لك حاجه باهيه؟ مريم متقلقه. كان جيت في بلاستيك راني متقلقه. والله يا عبد يتقلق وقت انسان يعمل عركه يكسب ويقول كلمه خايبه. اما انسان يتوسط في الخير. انا تربيت هكاك. قالت لك كان جيت في بلاستيك راني تعبت من الركوب على الاحداث اللي تعمل فيها انت ركوب مش على الاحداث. انا ربحت اجر وانت تحب تفك لي الاجر مانيش باش نعطيه لك. ليه؟ ما هي الصلح بموافقة الطرفين. لا الصلح وتصالحوا وإشهار الصلح. وإشهار الصلح حاجة تفرح على كما على المتخاصمين. كما أنا أشهرت الصلح بين مريم بن مريم مريم الدباخ وش اسمه أمين جارة. أمين جارة نفس الفاز عملتها وهبطت وبعت الأشتاج ميديا وفرحانة. ومريم كانت تتعشى في ريستورون إيطاليا وإحنا واللوطة معاش. وخزرت عدت مريم قلت لها إجا لهنا وكب على أخوك وبوس راسك.
مريم تقلق. مريم شكوني؟ بن ميمي. تيلي نحكي على مريم دبيغ. يتقلق العبد اللي عنده فريمون قلبه درا كيفاش. اطلب منها الاعتذار انك سببت. ما نعتذرش لما سببت حتى شيء، انا انسان عملت الخير وذبوس خوك ودرا شنو ما ساعه طاح الكف على ظل وعملت كل حاجه الباهيه. اطلب هي رات الحاجه الباهيه اللي عملتها خايبه كاني زدت عركتها وحمشتها هي وياه. ليه؟ انا مش جوي. ليه؟ من شو هي معناها هذيك حاجه راتها خايبه. علاش؟ سامحني سامحني. علاش؟ شو شو يفو با. علاش اليوم ما كنتش تحكي انت وياهم او يعتم عليه؟ راني باش نهبط التصويره. ودي في انترفيو احنا سلام عليك، انا كنلقى العالم وقتها هبطها باش لعبت تفرح. مش خدمتك يا ودي، مش خدمه هي، مش خدمه. انا اليوم تربيت في عائله اجا بوس خوك فماش هذا اجا سلم على هنا خالتك فلانه، انا تربيت هكاك يذوب الجليد ويبوسوا بعضهم. لا لا انا جليد وانا واحد، سلموا على بعضهم وفر. طب انت كي ما تحبش تسلم عليه، علاش تسلم عليه وقاعده بحذاه وتحمل حراجتهم؟ احرجتهم ان شاء الله يا ربي ديما نحرج بالباه بجاه النبي وسنين دائمه، وانتظر مني الاحراج في كل لحظه. ربحت بعد، برافو، ربحت حمامة سلام، حمامة سلام، فرحت، اطيب قلب في العالم. نفرح كي نعمل قاضي القضاة ما يسالش، ما عملتش الباهي. انا عملت الباهي، ما عملتش الباهي، نرى في روحي عملت الباهي. المراه موجوعه ما يسالش، مش موجوعه اكثر من الحاجات الخايبه، معناها مش موجوعه كي نجي نقول اسمع شفتوا علي جي هاكا جي نقطعوا الريش، مش جوي انا ذيك. This is not my job. انا الجوب نتاعي في الحياه ازرع السعاده. هذيك متعاركه مع خالتك مونجيه، يجي خالتك مونجيه طاح الكف على ظله، ارجعي المونيا وباري سبوسي خوك، انا نعيش هكاك، هي تعيش بالغواندويت، لازمني نعمل لها نبعث لها بوسطه وجواب وهل تقبلين الرجوع اليه ثم ربما اذا. قول لها راني باش نهبط التصوير. يا ودي انا كيكا بالبونيه نرجع العباد بوسوا بعضكم والسماح وما فاتح الكف على ظل، عروبيه خويا علاش استدعوا فيا؟ انا علاش استدعوا فيا؟ انت مو هكا ولا؟ انا نحب الناس كل تضحك، الناس كل شيخه، الناس كل تشتح، لا نحب لا عرك لا معروك، الدنيا مش مستحقه المشاكل راهو. شبيها سنه سنه سنه، شبيها مريم، مريم دباغ، فما اكبر من العركه نتاع مريم دباغ، هي وهي وامين والدنيا كلها تبع، هكا رجعوا، لا قالت قلقت، لا لا شو اسمه امين، بالعكس مرته باستني وقالت لي ايمان والله ما كنتش متخيله، وبكينا ورمضان، قلت لهم رمضان فضيله علاش واحده شيخ تشق في فطرها في الرون بوان والاخر شق في فطره في الدوره ما غادي على اليسار بحذا دار عمك المنص، يا ولدي تلموا رانا في اوتيل مثخم ياسر، وقعدنا وانت موجود. ما احلاها وفرحت وفي الليل نتشحطهم بعضنا وعملنا جو، انا تربيت في الخير هذايا. وقتها قبلوا، وقتها قبلوا وكان صلحا صافيا. امني لا تكلموا لا قبلوا ولا رفضوا، هذيك الوضعيه جات هكاك بسوا بعضهم صباح الخير. انسانه قلبي بلون هكا يرعش. ويظهر سمعت مريم مره قالت انا جو سوي رونكونيغ، انا مش رونكونيغ. وتوا تجيني مريم تقول لي نبوسك نرجع، انا ما عندي مشكله مع حد. بيس اند لوف. باهي اسمعني. ها تفضل. مشكلة أخرى، اطلب الاعتذار من مريم بن ميمي. عملت أنا سبيت عملت. اطلب الاعتذار، قول أنا اعتذر منك. على شنو؟ علي هبطت يا ودي إن شاء الله ديما راك فرحانة وكجاد بنينة. ونعتذر بنينا. منك. وما نعتذرش خاطرني نحب كل ما راك راك فرحانة. نعتذر من شنو؟ اللي هبطت لها تصويرتها. يا ودي سنين ديما تصويرها هابطة وإن شاء الله وباش نعاود نهبطها غدوة. نهار لحد باش نعاود نهبطها تصويرتك أنت أنا وأنت وعلي. والناس الكل خدموا مع بعضهم وعشره والاستوديو هذا لم الناس الكل وما يفرقوا بين العباد كان العباد قلوبها خايبه وما يلموا بين العباد كان الناس اللي تحب ترى الفرح. باش نمشي للمشكله اللي زاد فتحت هكا. مشكله شنو هي؟ عملت فيديو تعارك ايه؟ فيه وقلت الدليجي راهو تقلق وطلبت من محمد علي التونسي باش يعمل زاد فيديو. انا طلبت منه؟ ايه؟ شكون اللي قال؟ هو محمد علي. هو طلبني وقال لي نعتذر منك ومش صحيح وانت عملت فيديو ودرا شنو. يقول دالي التونسي. نمد لك الفوكال نحط الميكرو تسمعوا واش قال دالي. ايمان الشريف ماركتني في ستوري قالت الدليجي متغشش مني كي قلت وطلبت طلبتها قالت لي الدليجي تقلق اعمل انت فيديو جاوب عليها. قلت لها راني مش جاوي نجاوب في فيديوهات. سي با فغي. تعمل في البوست. سي با فغي اللي قالوا دالي كله مش صحيح. دالي تونسي انا طلبته قلت له هبط فيديو. اي سي با فري. دالي يكذب. وهو طلبني اش قال لي؟ قال لي انا سامحني على الكلام اللي قلته مع علي ودرا شتي خرب يا ودي اعطينا نغني وزيد. تخلق في مشكله تحط روحك في وسطها تفرقع في الناس. نجم نغني و... اه كي تقف الزنقه للهرب سي نورمال نجبد الجوكر. هاي في الثلاثي هذا شكون 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 اللي نيته مش باهية؟ دلاجي، إيمان الشريف، محمد علي التونسي. ما فما حتى حد نيته مش باهية. آه يا باهي. دونك أنت اللي هي نيتك مش باهية. احنا ثلاثة، فما حد نيته مش باهية. لا لا. واحد يخلوض الآخر يمخور الآخر. وأنت يا مش مريقل، العالم مش مريقل. العالم مش مريقل. باهي، شنو نغنيو؟ نغنيو. شبيك لبيك. نغنيو. الجيفا بين يجيك. نغنيو. شنو نعمل مصباح سحري نكتب عليا الجيفا. نغنيو أم كلثوم ولا نغنيو لكنجي جيراك؟ اللي تحب هذا وهذا انت ايش تحب
تحبوا ام كلثوم؟ اي خايتشي شي موتوا علق. اي ام كلثوم. ودارت الايام هادية ومرت الايام جانا ما بين بعد وخصام نسيت اني خاصمته ونسيت الليل اللي سهرت وقابلته نسيت اني خاصمته ونسيت الليل اللي سهرت وسمحت عذاب قلبي 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 وحرته ما اعرفش ازاي 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 انا كلمته تعال انسى تعال انسى الايام اللي راحت ايام العذاب المر وسنين اللي ضاعت تعال انسى يا قلبي البعد وليل الغرب صعب الفراق صعب ما إلها البعد ليل الغرب صعب الفراق ما إلها أمان تعال ننسى يا روحي يا عايش بروحي جروحك وجروحي اشفيها النسيان يا قلب يعطيك الصحة منى ليموسيون شفت كبدة عبد هيجي شارجي بالانواع الموسيقات ما نجم يكون كان خرمة راه اش معناتها خرمة يعني 20,000 فلسة في راسه وكل مرة تتكلا سو ديكلونش فلسة ومخيبها كيتحلوا مع بعضهم انت خرمة معناها خرمة معناتها الراس في خرمة لداخل فما اللي عنده جرانة بعيد عنك فما اللي عنده بانسو تاع بانتور غير العالم الكل ألوان فما عنده كالكولاتريس مثلا أنواع الدنيا أنا خرمة في راسي تسألني أنت منين من وين ما نعرفش نقول لك درا تحط لي فلامينكو تحط لي معاهم الكل مشيت تتعالج مرة عند طبيب نفسي ولا ليه؟ أنا طبيبة نفسية نتاع روحي نفهم روحي اللي ما يفهمش نفسه لا لا ما هو يلزم نفس نفسك أغزر. لا يمكن أن أكون واقفا في الشرفة ومرا في الطريق في نفس الوقت أنا نعملهم كي تبدا فنان تعملهم كي تبدا إداري ما تنجمش تعملهم يلزمك تعرض روحك على طبيبي ما هو شنيا الممثل أنا علاش جيتك هكا اليوم؟ خاطر أنا بعض ساعات حاجة سو ديكلونش فيا نتاع راجل طبع وفازيت ورجولية ونغير على ذيك ودر شنو وكذا واحد ومن بعد تلقاني في قمة الأنوثة وأغنية تغنيها تخليك في حالة يعني الدنيا هذه كلها أنواع وألوان وموسيقات و... أعلنت على قصة حب الاسم الأمور الأمور الخاصة ما نحبش نحكي فيها أمور الداخلية ما نحبش نحكي فيها عايش خويا احنا رجال ونفهم بعضنا وكل واحد وعيلته أمور الخاصة لي قصة حب مع جزائري اي نحو الزواج شنو تحب انت؟ نحب نفرح مانيش معناها نعمل في البوز ولا حاجة أنا غير ما وقت اللي مشيت للجزائر وسجلت أغنية سيد الرجال حسست نفسي وحسيت أكل كيفاش نقوله كيف مشيت نغني في الغنية وكأنه أنا عقد قران وكأنه زواج مع الأغنية الجزائرية شنو؟ أي ما أنت يا أخي أعلنت زواجك تكذب علينا؟ مش نكذب نحكي زواج فني انت فهمت مخك فيه عند العدول وتصح وكاها انا بالنسبه لي زواج فني معني ما عادش نصدقك تو ما يسالش ما يقلقنيش وخرجت تصويره شنو هي التصوير؟ متصوره من بعيد مع راجل في جلسه رومانسيه امي هو راجل
ما نعرفوش ما هذاك ينجم يكون ملحن ما مدر ما انت وزين هي ما انت علاش تحب الفنان يكون انسان عادي ما انت انت قاعده تتلاعب بالناس وكهو لا مانيش نتلاعب بالناس انا نداء للتوانسه مع الشريف انت جيت للعالم نتاعي انت دخلت لعالمي انا ولدي اكثر حيوان يحبه شكونه التمساح يقول لي مامي خاطر عنده شخصيه اليك خاص تو افيك سي دون التمساح ما تقربلوش هذاك الموندو نتاعو الفنان الغيالمون هو اللي يخليك ما تدخلش العالم الا ما يسربي لك شنو هو يحب يسربي انا جيت سيخ توا بديت نفهم في حكايه الزوز ملايين دولار ليه ما عندها حتى علاقه هذيك مع ايمان الشريف الصغيره قبل ما تتهور تو تولي صغيره ليه هذيك هذيك نتاع برودكسيون اما انا توا نحكي لك لا كرياسيون هي ما يشبوا لبعضهم صغيرين عرست ما عرستش تحب تخلي الناس في هالفلو هذا ليه انا كيكا نغزر للحاجات الفنان ما تقيسوش ب عطيني كنجي اي خلينا نكملوا مع كنجي زيراك طيحونا في الضوء عايشونا الرومانسيه شويه وراك الرومانسيه تكون ليلي طيحونا شويه الضوء خلينا نمشي بحدي ولا برا برا مالا رومانسيه Es el mejor del desmujer del mundo. Yo. Maestro. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle. Elle
sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs, elle est ma chère, elle est mon rêve. C'est son sang qui coule dans mes veines et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon rêve. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux. Porte encore chaque seconde, elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde, elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. وتنجم تغني بعدهم فاطمه بوسيحه كانها واحد معناتها كانوا نورمال كانوا نورمال كيزيد فوق الماء هي كيزيد فوق الماء هاو نونشانيو مع الموسيقى فاطمه بوسيحه هذا ديفي هذا اي ديفي رني رني را 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 يا كره بيت كمان رني رني ميرا ميرا يا كره بيت كمان رني رني دارا دارا ما صعب لي إيمان فيك نغني يا كره بيت ما تقول لنا ديفا هكا هاو تحمل من ربا لل ميرسي بوكو ايمان ميرسي الوقت معك تعدى في ساعه خلينا كلمه الختام نحب نقول حاجه للناس اللي تفرجوا فينا انه حبكم ليا وصلني على الاخر وان شاء الله ربي قدرني انه انا نكون عند حسن ظنكم ونلبي دعوتكم نحب نحيي العرايس نتاعي اللي هما ربحوا 5 عرايس اون كولابوراسيون مع باج المدام وكل السبونسور اللي كانوا موجودين معنا نحب نشكر المايسترو اللي جانا سبيسيالمون من صفاقس ميرسي بوكو لسعد ربي فضلك بيان سور رميرسيمون كبير ياسر والف مبروك الغنجه حنان الغنجه على التكريم ديرنييرمون احسن ستيليست في تونس اللي هي الغنجه عملت لي معناها لي بيرسوناج نتاع مولا الشاش عملت لي اكربد واللوك هذايا جديد المغربي زاده ستيفي ميرسي انفينيمون راك فنان كبير كبير ياسر ستيفي على الميك اب هو اللي عمل مولا الشاش لو ستيل هذاك وعمل له شام زاده كيف كيف في اكربد وعمل توا زاده في دفع كبير شكرا للاكيب نتاع المغرب والسفاره المغرب اللي هما ديما يبعثوا لي العماريه وقت اللي نحب نصور وكل نحب نحيي الشاعر والملحن نتاع اغنيه دفع كبير يوسف صمتي ورشيد محمد علي ونوبال ميرسي لكم الكل تحيه كبيره المحمود بقلوت
انت زادة اللي معانا، انت هادي. نحب نشكر برشا 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 كل الناس اللي يخدموا في انور برودكسيون. نحب نقول لكم باش تلقاوني كل نهار سبت في الحمامات، وفما برنامج ياسر محلاه اللي هو سيري دو سبيكتاكل في ايطاليا في ميلانو بالتحديد مع سبيكتاكولو شو، باش تكون موجوده ديفا وتغني بالايطالي والتونسي وكل اللغات. ميرسي بوكو حسام الساحلي، شايما ايفنتس بيان سور، اكيد انتم هادي باش تكونوا موجودين معانا على خاطر باش نكونوا نغنيو في اكبر المسارح نتاع ايطاليا، باش يكون عرض الديفا والديفو ان ايطاليا. فوالا لافيش هاكم تشوفوا فيها نتاع الاسوسياسيون، ذي الاسوسياسيون ايطاليانا تونسينا ميزو ميزو. ما نعرفش كان الفيديو شافوها بيان سور، برشا عباد عملت فيوز بالكدا والعباد يسخايبوني، مش انا اللي نتكلم بالتاليان غاديكا انا. جو سوي فيير دو ريبريزونتي بلادي في كل المسارح في العالم. هادي وقت اللي الانسان يرى روحه مازال كي بدا وهو عنده مسيره 20 سنه، هذه حاجه ماهيش سهله بالكل بالكل. بالتوفيق. ميرسي لكم الكل، كل الناس، ان شاء الله ما نسيت حد. في عيد الحب باش نكون موجوده ان شاء الله في سموك هاوس في مستير. نحب نحيي كل انسان فيكم يتفرج فيا، الجمهور اكيد. كريم كريم اكيد قلت كريم الساحلي بيان سور. محمود ديما يفكر فيا، هذه ظروف المباشر. فكره سامي الفهري تقعد ديما عزيزه على قلبي، على خاطر كل ما يبدا عندي جديد نجي ونلقى لي لوك اللي نحب نعملهم. لو بيرسوناج هذايا باش نجاوبكم بعد الحلقه، وفات توا الحلقه باش نقول لكم هذا لو بيرسوناج نتاع سبيكتاكل الديفا والديفو اللي هو باش يكون موجود ان شاء الله في اكبر المسارح في العالم، باش نغني فيها ايطالي اسباني موريتاني تركي شينوا لغات الكل لي ديفا دو موند. ميرسي لكل انسان قال لي كلمه مش باهيه حفزتني باش نقدم. شكرا لكل الفنانين اللي وقفوا معايا واللي ما وقفوش معايا، نشكركم على خاطر انتم قدمتوا بيا. ميرسي لكل الناس اللي دعموني في مسيرتي، وان شاء الله اللي متغشين عليا نقول لهم وسعوا بالكم عليا، راه مش مني، راه مش مني، من ايميل الاخرى ديك اللي تبدا في الفازيت. تحيه بيان سور صابر باعي، تحيه مريم بن ميمي، تحيه للدلاجي دالي يا جهدي يا وحايد، عملت فيها عملت فيها كدالي. نحبكم الكل، وانا ايمن شريف تونسيه، وان شاء الله باش نمثلكم احسن تمثيل. شكرا شكرا، محبه كبيره ايمن شريف. يعطيك الصحه.